مشروع يتكون من ثلاثة أجزاء، جزء ترفيهي وجزء تجاري وجزء سكني. بالنسبة للجزء الترفيهي يتضمن مسبح مغلق زائدا ملاعب زائدا مطاعم. بالنسبة للجزء التجاري اللي يتضمن من مول تجاري بالإضافة إلى أنه أكو مدارس همينة. الجزء السكني اللي هو الجزء الأكبر من المشروع يتكون من 14 دور ومن 504 وحدة سكنية، تتراوح عدد طوابق بسبع طوابق. بالنسبة لفكرة إنشاء مجمع سكني، خلال الدراسات وصلنا إلها أنه هناك يعني نقص حاد بعدد الوحدات السكنية. من هالمنطلق انطلقنا بأنه توفير مجمع سكني متكامل، مجمع سكني اتجاه نوجه باتجاه الثقافة البناء العمودي من أجل أنه نحل هاي أزمة السكن. وخلينا به مواصفات وفد امكانيات بحيث انه راحه الزبون انه اليوم يشتري بهالمجمعات. اسباب نجاح المشروع هيئه استثمار بغداد وامانه بغداد، يعني لهم لمسه وبصمه يعني كلش يعني جيده بسير العمل. عدد الفرص اللي وفرها المشروع هي المئات من العماله المحليه بالاضافه الى الفنيين والمهندسين. قانون الاستثمار أنا أعتبره قانون كل جيد من حيث توفير فرص عمل وتوفير خدمات للناس. والعراق أرضية خصبة لهذه المشاريع لأن متعطش للعديد من المشاريع الخدمية والسكنية والترفيهية إلى آخره والتجارية كذلك. أكيد يعني خلينا نقول أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال والشركات الأجنبية، أنا أشوف اليوم فرصة أنه هي تجي تستثمر هنا بالعراق.